الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فنحن الآن نستقبل شهرا كريما وضيفا مباركا، ألا وهو شهر رمضان. وهذا الشهر المبارك يستقبل تربويا وإيمانيا بالتوبة والتعود على العمل الصالح، كما يستقبل كذلك علميا بتعلم أحكامه الضرورية. ولذلك اخترنا في منصة كلنا دعاة في الدبلوم الدعوي أن يكون عنوان هذا اللقاء الفتاوى المتعلقة بأحكام الصيام مع شيخنا الشيخ المعروف الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله، وهو من مشايخ مصر، وقد درس على علماء كبار كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن صالح عثيمين، وغيرهم من العلماء الكبار، وله مؤلفات كذلك كثيرة حفظه الله، كبداية المتفقه وكتابه المشهور وقاية الإنسان من الجن والشيطان، وكذلك الأمور الميسرة في قيام الليل والمعاني الإيمانية في شرح الأسماء الحسنى، وكذلك أحداث السيرة المتسلسلة حسب الحدث التاريخي، فحفظه الله عز وجل وبارك في جهوده. وله جهود دعوية معروفة في دعوة المسلمين ودعوة غير المسلمين في إفريقيا وغيرها، فهو شيخ معروف بالدعوة ونصرة هذا الدين، فنسأل الله تعالى أن يبارك في جهوده. وهذه الحلقة ستكون حلقة تفاعلية في الفتاوى المتعلقة بأحكام الصيام، نستقبل فيها أسئلة الإخوة المشاركين في هذه الأمسية، وكذلك كل من له سؤال يعني يطرحه، ونحب أن يكون هذا السؤال مكتوبا حتى يعني نأخذ قدرا من الأسئلة ونستثمر الوقت. نرجو من الإخوة كتابة أسئلتهم في الشات ثم نعرضها على الشيخ. هذا السؤال الذي وصلنا، السؤال الأول. السلام عليكم ورحمة الله، وفقكم الله وسدد خطاكم، آمين. ما حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟ بارك الله فيكم. هذا هو السؤال الذي وصلنا أولا يا شيخنا، تتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، ينبغي للمسلم أن يسارع بقضاء ما عليه من رمضان، لأنه لا يدري متى تخترمه المنية فيموت عليه هذا القضاء. وكذلك ينبغي للمسلم ألا يؤخر شيئا من فرائض الله تبارك وتعالى إلا وقضاها إلا لعذر. ثم أقول لأخينا الكريم صاحب السؤال، يجب عليك أن تصوم عدة من أيام أخر، فإذا جاء رمضان ولم تقض ما عليك اختلف العلماء هل عليك القضاء والفدية معا أم عليك القضاء فقط والاستغفار. والقول الثاني هو الذي أميل إليه، عليك القضاء فقط والاستغفار، لأن الله جل وعلا لا يجمع على العبد بين القضاء والفدية، والله أعلم. نعم، حفظكم الله شيخنا. السؤال الثاني، هي المرأة الحامل وعندها مرض السكري تفطر، هل ذلك عذر يعني في ترك الصوم؟ أولاً، يختلف هذا الأمر من امرأة إلى أخرى، فإن كانت المرأة تستطيع أن تصوم مع هذا المرض بدون مشقة، ويقول لها الطبيبات أو تقول لها الطبيبة المسلمة لا بأس عليك والصيام لا يؤثر عليك ولا على صحتك، فيجب حينئذ الصيام. أما إذا كان الصيام يؤثر على صحتها أو على ما في بطنها، فحينئذ يجوز لها الفطر وعليها أن تصوم عدة من أيام أخر، فإن لم تستطع فلتطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
حفظكم الله شيخنا. السؤال يقول: ما هي أركان الصوم وشروطه؟ يجب أن نعرف أن الصوم له ركنان أساسيان، النية والامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والنية ليس معناها أن ينطق الإنسان بالنية فيقول نويت الصيام، بل يكفيه أن يقصد الصيام، فإن النية محلها القلب ومعناها القصد. فإذا نوى الإنسان الصيام بقلبه فقد نوى، ثم يمتنع عن المفطرات من الطعام والشراب وقربان الزوجة وهو الجماع ونحو ذلك إلى غروب الشمس، والله أعلم. هذا السؤال: كيف نضع برنامجا مناسبا في رمضان قبل الدخول فيه؟ إذا أراد الإنسان أن يستثمر رمضان فعليه أن يستغل كل عبادة من عبادات رمضان فيلج هذه الأبواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. ومعنى فتحت أبواب الجنة أي أن الجنة تفتح أبوابها فعلا حقيقة، فينبغي للإنسان أن يفعل كل ما يستطيع من أنواع الطاعات لكي يدخل الجنة من أبوابها كلها. فينبغي للمسلم مثلا أن يكون له ورد في القرآن في رمضان لا يقل عن 3 أجزاء مثلا، وأن يكون له قيام ليل 11 ركعة، وأن يطيل فيها ما استطاع، وعلى قول بعض العلماء يجوز أن يزيد على 11 ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة، وليس قول عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ليس هذا دليلا على عدم الزيادة، فإنها حكاية فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزيد على 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة فصلى 13 ركعة، وهذا يدل على أن الإنسان يجوز أن يزيد ما شاء. إذن القرآن، ثانيا التراويح أو قيام الليل والتهجد، ثالثا الصدقات في رمضان ولو أن يتصدق بشيء يسير كل يوم، رابعا وهذا أهم ما في الموضوع أن تصوم جوارحك لله جل وعلا. فقد يصلي الإنسان ويقيم الليل ويقرأ القرآن ثم يطلق بصره في الحرام أو لسانه في الغيبة والنميم. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فصيام الجوارح، ثم إن استطعت بارك الله فيك أن تجلس في المسجد مثلا من المغرب إلى العشاء أو من العصر إلى المغرب ونحو ذلك تقرأ القرآن وتتفرغ لله جل وعلا وتتبتل هذه الساعات فهذا شيء طيب، وإن لم تستطع فاشغل نفسك بكتاب الله فإنه شهر القرآن، فإن استطعت أن تختم كل 3 أيام مرة أي تقرأ 10 أجزاء في اليوم فافعل، وفقك ربي وسدد خطاك. نعم. حفظكم الله شيخنا. هذا سائل يسأل عن إبرة السكري، هل تفطر؟ كل هذه الإبر والحقن التي يتناولها الإنسان لا تفطر إلا ما يقوم مقام الطعام والشراب. فهذه الحقن العلاجية سواء كانت للسكري أو غيره، أو حتى الحقن الفيتامينات كلها سواء كانت في العضل أو في الوريد لا تفطر، إلا الحقنة التي تقوم مقام الطعام والشراب مثل حقنة الجلوكوز مثلا أو محلول الملح التي يستطيع الإنسان أن يعيش عليها 2 أو 3 أو 4 بدون طعام، هذه التي اختلف العلماء فيها هل تفطر أم لا تفطر، والذي تميل إليه النفس أنها تفطر لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، والله أعلم. نعم. هذا السائل يسأل: ما هي النيات التي علينا أن نستحضرها أثناء رمضان والعام الصالح؟ من هذه النيات التي يستحضرها الإنسان في رمضان، أولا أن يصوم رمضان امتثالا لأمر الله، ثانيا أن يصوم رمضان اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام،
ثالثا أن ينوي صيام عينه عن المحرمات، رابعا أن ينوي صيام لسانه عن المحرمات، خامسا أن ينوي صيام أذنه عن المحرمات، سادسا أن ينوي الصيام لكي يعتقه الله جل وعلا من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صححه الألباني: إن لله في كل ليلة عند الفطر عتقاء من النار، نسأل الله أن يعتقنا وإياكم من النار. كذلك أن ينوي صيام رمضان إيمانا، أي تصديقا بوعد الله، واحتسابا، أي إخلاصا لله جل وعلا. أيضا ينوي رمضان حتى يغفر له، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن ينوي قيام رمضان إيمانا واحتسابا لكي يغفر له ما تقدم من ذنبه. أخيرا وهذه النية العاشرة، أن ينوي بصيام رمضان التقرب إلى الله جل وعلا لكي يشفع له الصيام يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: منعته النوم بالليل، ويقول الصيام: منعته الطعام والشراب بالنهار، فيشفعان فيه. نعم. جزاكم الله شيخنا. هاي السائلة تسأل عن استعمال حبوب منع المانع الشرعي في رمضان من أجل الصيام. أما استعمال هذه الحبوب فهو جائز لا بأس به إن لم يكن فيه مضرة للمرأة، ولكننا لا ننصح بها، لأن هذه الحبوب التي تحبس الدم، دم الحيض أن ينزل في وقته، لا بد أن تضر بالمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ثم أقول لك أختي المسلمة، لماذا تريدين أن تحبس الدم في رمضان وقد رخص الله عز وجل لك أن تفطري هذه الأيام؟ ألا تعلمين أنك إن أفطرت هذه الأيام أخذت أجر صيامها، لأنك منعت من صيامها ولم تفطرينها بإرادتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ثم بعد ذلك تعيدين هذه الأيام وتقضينها فيكتب لك أجرها مرة أخرى، فلماذا تحبسين الدم وتضرين نفسك؟ بارك الله فيك. نعم. حفظكم الله شيخنا. هذا السائل يسأل: ما حكم من يفطر بعد غروب الشمس مباشرة ولا ينتظر المؤذن حتى يؤذن؟ إذا غاب قرص الشمس تماما فقد أفطر الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل النهار من ها هنا، إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، فقد أفطر الصائم. فلو تأخر المؤذن دقيقتين أو ثلاثة لا يجب على الناس أن يتأخروا في الفطر، ما دام الشمس قد وجبت، أي قد غربت، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا. سائل آخر يسأل عن بداية الإمساك عند السحور، هل هي أول الأذان أم نهاية الأذان؟ هل ينتظر حتى ينهي المؤذن الأذان يعني حسب ما فهمت؟ إذا ابتدأ المؤذن في الأذان وجب على الإنسان أن يمسك تماما، على قول الأئمة الأربعة: إذا ظهر الفجر الصادق فأذن المؤذن ينبغي الإنسان أن يمسك عن الطعام والشراب ولا يأكل أثناء الأذان، والله أعلم. حفظكم الله شيخ. سائل يسأل: إذا مات شخص عليه قضاء، هل يجوز أن يصوم عنه أحد بعد موته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فقال بعضهم: يجوز أن يصوم الولي أي صيام فريضة أو نذر أو قضاء، لعموم هذا الحديث. وقال بعض العلماء: بل يحمل هذا على صوم النذر فقط، لأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه كان عليها نذر وماتت ولم تصمه، فقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي هذه الحالة يقولون: يقضي أو يطعم عن كل يوم مسكينا عن المتوفى، والله أعلم. نعم. جزاكم الله شيخنا. سائل يسأل: من أفطر في رمضانات
ولكنه لم يستطع أن يعد تلك الأيام ويحصيها، فماذا يفعل؟ عليه أن يصوم أو يقضي هذه الأيام على غلبة الظن، فإن لم يستطع أن يقضيها فليطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. سؤال، لو فصل لنا الشيخ عن صلاة التراويح، كم ركعة؟ عدد ركعات صلاة التراويح؟ اختلف العلماء في صلاة التراويح. أولا، قبل أن أتكلم عن صلاة التراويح، أحب أن أوضح مسألة، وهي أن صلاة التراويح وصلاة القيام وصلاة التهجد كلها اسم أسماء لشيء واحد، وهي صلاة الليل، ووقتها يبدأ من بعد العشاء إلى الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا في أول الليل، وأحيانا في وسطه، وأحيانا في آخره، كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت من أي الليل كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: من كل الليل كان يقوم عليه الصلاة والسلام، كان يقوم من أوله، ويقوم من وسطه، ويقوم من آخره. أي تقول أحيانا كان يصلي من أول الليل، وأحيانا من وسطه، وأحيانا من آخره، فكله جائز. وإن كان الصلاة في آخر الليل أفضل وأولى، لأنها ساعة التنزل الإلهي، ولكن استحب العلماء صلاة التراويح في أول الليل مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أي أن الإنسان إذا صلى مع الإمام حتى يوتر كتب له قيام ليلة بأكملها، ولذلك لا تفوت عليك صلاة التراويح مع الإمام. ثم اختلف العلماء هل يقتصر في قيام الليل على 11 ركعة كما هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ومن وافقه، أم يجوز أن يزيد على ذلك؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه ينبغي أن يقتصر على ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. والقول الثاني أنه يجوز أن يزيد على ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها لم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حكاية فعل، وحكاية الفعل لا تدل على الوجوب. ثم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الزيادة، فقال: لا تزيدوا على 11 ركعة. بل قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفهم منه جواز الزيادة، وهو قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة. فقال: مثنى مثنى، ولم يقيد بعدد معين. فبأي القولين أخذت لا بأس إن شاء الله تعالى. إن أخذت مثلا بإحدى عشرة ركعة وأطلت في القيام والسجود فلا بأس عليك، وإن أخذت بالقول الثاني صلاة 20 ركعة، 30 ركعة، 40 ركعة وتقصر في الركعات فهذا جائز أيضا. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، وكان سعيد بن المسيب يصلي 70 ركعة، وهكذا، والله أعلم. جزاكم الله شيخنا. هذا يقول: هل تكفي نية واحدة في صيام رمضان كشهر، أو لا بد من تجديد النية في كل ليلة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي: هل تكفي نية واحدة في أول الشهر، أم لا بد أن يجدد نية لكل يوم؟ على قولين مشهورين. الحقيقة الخلاف هنا خلاف لفظي، لأن النية معناها القصد، والإنسان المسلم كل ليلة يقصد صيام رمضان، سواء قصد في أول الشهر أن يصوم الشهر كله، أو في كل ليلة ينام ناويا إن شاء الله أنه سيصوم. فكل المسلمين يستحضرون النية أصلا تلقائيا، تلقائيا هو ينوي أن يصوم، إلا الإنسان الفاسق الفاجر الذي يريد أن يفطر غدا في رمضان، وهذا نادر وموجود عند بعض الناس الغير مستقيمين على شرع الله تبارك وتعالى. لكن إذا أفطر الإنسان لعذر في رمضان كمرض ونحوه، ينبغي
أن يجدد نيته عند الصيام. هذا الذي يجب عليه أن يجدد النية عند الصيام، لأنه أفطر اليوم لمرض ثم غدا سيصوم إن شاء الله، لا بد أن ينوي نية جديدة، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا. هذا سؤال يقول أنهم عندهم عائلة عندهم برامج مختلفة في تحديد وقت الفطور، هل يمكن أن يتعدد وقت الفطور عندهم باختلاف البرامج المحددة لوقت المغرب؟ أما الفطور فلا أجد، فلا أظن أن أحدا يختلف فيه، قد يختلفون في الفجر، لكن الفطور بغروب الشمس، ويستطيع أي إنسان بدون ساعة أو برامج نت أو نحو ذلك أن ينظر بعينيه فيرى غروب الشمس، الشمس تغرب أمام الجميع. فإذا كان الجو عندهم ملبدا بالغيوم طوال اليوم لا يعرفون في غروب الشمس، فلينظروا إلى هذه البرامج في يوم لا غيوم فيه، وينظروا وقت الغروب يتفق مع أي برنامج من البرامج، ويثبتوا هذا البرنامج ويعملوا عليه، والله أعلم. جزاكم الله شيخنا. هذا السائل يسأل ما هو الضابط في إفطار أصحاب المهن الشاقة؟ أصحاب المهن الشاقة يجب على كل واحد منهم أن ينوي الصيام في أول اليوم، كما قال شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، يقول يجب عليه أن يقوم ناويا للصيام ويتسحر وينوي الصيام، فإذا تمكن مع منته من صيام اليوم بلا مشقة أكمل اليوم، وإن لم يستطع أفطر في اليوم في وسط اليوم وهو معذور، معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبعد رمضان إن استطاع أن يقضي هذه الأيام قضاها، وإن لم يستطع فليطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا. السائل يسأل كيف نجمع بين عدد ختمات القرآن في رمضان مع التدبر؟ يمكن للإنسان أن يجعل له ختمة مع التدبر، كل يوم يقرأ جزءا مثلا، ويجعل له ختمة أخرى مع الإسراع فيها، قد يقرأ 3 أجزاء أو 4 أجزاء أو 5 أجزاء مثلا لتكثير عدد الحروف لتكثر الحسنات، كما كان يفعل العلماء، وهذا ديدن العلماء رحمهم الله أنهم كانوا يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان، والله أعلم. ما هي الأعمال التي يمكن للمرأة المعذورة بترك الصيام القيام بها؟ المرأة التي تترك الصيام للدورة مثلا وهو الحيض لها أن تقرأ القرآن من حفظها بدون مس أو أن تقرأه من المصحف، ولها أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم آلاف المرات، ولها أن تتصدق، ولها أن تفطر الصائمين، تخرج إفطارا للصائمين، ولها أن تغض بصرها، وأن تحفظ لسانها، وغير ذلك من الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يعملها، ولها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولها أن تسمع كل يوم ساعة أو ساعتين أو 3 من كتاب الله جل وعلا، ونحو ذلك من الأعمال الخيرية، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا. هذا السائل قال قررت دار الفتوى عندنا بأن صدقة الفطر 20 ليرة لبنانية، قال ولكن هذا المبلغ للفقير الذي عنده 5 أولاد لا يستطيع أن يدفعها، فهل يجوز لنا أن نقول بأن يدفع الشخص ما تيسر بشرط أن لا تكون تحت 10 ليرة لبنانية مثلا؟ نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ فهو فقير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصدقة عن ظهر غنى، وقد قال بعض العلماء بأن صدقة الفطر صاع من طعام يعني 4 أمداد، فيمكن يعني 4 حفنات، 4 حفنات من الطعام، يمكن أن يخرج 4 حفنات أرز أو 4 حفنات قمح أو 4 حفنات من الطعام الرخيص عنده في بلده، والله أعلم. ترجمة
من أكل أو شرب ناسيا في صيام الفرض أو النفل، هل الحكم واحد؟ نعم، الحكم واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الفريضة وبين النافلة، فالحديث هنا على عمومه، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا. هذا السائل يسأل: كيف يمكن لجميع المسلمين أن يصبحوا دعاة في رمضان؟ ينبغي للمسلم أن يدعو إلى الله جل وعلا بقدر استطاعته عبر هذه الوسائل المتوفرة، وسائل التواصل الاجتماعي كالواتساب، تليجرام، والإيمو، والماسنجر، واليوتيوب، وغيرها من والفيسبوك، وغيرها من الوسائل المتاحة لدى الجميع. يستطيع أن يرسل رسائل دعوية أو مقاطع دعوية مؤثرة أو نحو ذلك. وكذلك لو كان له أصدقاء يمكن أن يكلمهم عبر الهاتف ويبين لهم كم تقرؤون في اليوم من القرآن أو نحو ذلك، أو يرسل لهم أحاديث تدل على استحباب كثرة تلاوة القرآن في رمضان، أو استحباب الصدقة في رمضان، أو نحو ذلك من أبواب الخير، والله أعلم. ما رأيكم شيخنا في من يقسم رمضان إلى النهار يجعله نوما والليل يجعله أكلا؟ هذا الإنسان لا نقول بأنه أفطر ولكنه صائم، لكن نقول له: أنت خسرت كثيرا، لأن رمضان شهر العبادات وشهر تضاعف فيه الأعمال، فأنت لم تستثمر هذا الوقت، لم تستثمر النهار في تلاوة القرآن ولا في ذكر الله ولا في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو أن رجلا، ولله المثل الأعلى، قال في خلال شهر راتب الرجل في السنة، عادة الراتب مثلا موظف 1000 في الشهر أو 1000 في اليوم، ولكن هذا الشهر سنجعل اليوم ب10,000 أو ب100,000، اليوم الواحد ب100,000، ألا ترى الناس يتهافتون في هذا الشهر على العمل لكي يربحوا هذه الأموال الضخمة؟ بلى، ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا جعل الأجور مضاعفة في رمضان، فلماذا تنام وتترك هذا الخير كله؟ هذا الإنسان لا يعرف قدر رمضان، ينبغي أن يقرأ كتابا في فضائل رمضان وفضائل الطاعات في رمضان لكي ينشط إلى هذه الطاعات، والله أعلم. جزاكم الله شيخ. هذا السائل يسأل: ما الأفضل لرجل كبير في السن وهو مريض بمرض مزمن أن يصلي التراويح بالبيت أم في المسجد بسبب كورونا يقول؟ أيهما أفضل له يفعله؟ إن استطاع أن يصليها في المسجد بدون ضرر صلاها ولو جالسا مع الإمام، وإن لم يستطع فليصليها في بيته، إلا إذا كان هذا الإنسان حاملا للفيروس فيجب عليه أن يصلي في بيته ولا يخرج إلى المسجد حتى ينتهي المرض وينتهي الفيروس تماما، حتى لا يضر المسلمين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا. ولعل هذا السؤال يجعلنا نسأل نصيحة يا شيخ للذين يعني يبدأ الحظر عندهم قبل صلاة العشاء في هذه السنة، فتفوتهم صلاة التراويح في المساجد بسبب هذا الوباء، فما نصيحتكم لهم يا شيخ؟ تقول ماذا؟ الذين المساجد عندهم لا تفتح في رمضان؟ الذين عندهم حظر يبدأ قبل صلاة العشاء بسبب هذا الفيروس والوباء، وبالتالي لا يصلون تراويح هذه السنة بسبب هذا الوباء، فما هي نصيحتكم لهم؟ أولا أبشركم، يا من كنتم تصلون التراويح في المساجد وأنتم كنتم تحرصون عليها، فأجركم دائم مستمر لا ينقطع إن شاء الله. الأمر الثاني أن تؤدي التراويح بزوجتك وأولادك في بيتك، تصلي بهم كما كانوا يصلون في المسجد، إن شئت صليت من حفظك ولو بقصار الصور،
وإن شئت صليت من المصحف تلاوة كما كانوا يصلون بك في المسجد. اجعل بيتك روضة من رياض الجنة، اجعل بيتك مسجدا، اجعل بيتك تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة. وهذا كله لا يجعلك تتكاسل عن صلاة التراويح وتقول أغلقت المساجد فلا تراويح، بل صلاة المرء في بيتي أفضل من صلاتي في المسجد إلا المكتوبة، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا. هذا السائل يسأل يقول: أذان الفجر عندنا في إسطنبول في رمضان يكون قبل الفجر الصادق بحدود نصف ساعة، هل نعتمد هذا الأذان أم نعتمد الفجر الصادق كما يقول؟ إذا كنت على يقين مما تقول فاعتمد الفجر الصادق، وإن أردت أن تأخذ بالاحتياط وضرء الريبة والشك فامتنع احتياطا عن الطعام والشراب، وأخر صلاة الفجر نصف ساعة احتياطا، فحينئذ تكون أخذت بالاحتياط وخرجت من خلاف أهل العلم، وهذا أورع وأتقى لقلبك إن شاء الله تعالى. حفظكم الله شيخنا. هذا السائل يسأل: هل يجوز التهنئة بحلول شهر رمضان؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ الصحابة بحلول رمضان فلا تهنئة، وقال بعض العلماء بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم برمضان وهنأهم برمضان، وقال لهم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، ونادى مناد من قبل الله جل وعلا: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذه تهنئة برمضان، فنرى أنه لا بأس أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا برمضان، لا سيما أنه شهر المغفرة، وأنه شهر الطاعة، وأنه شهر تضاعف فيه الحسنات، والله أعلم. جزاكم الله شيخنا. هذا السؤال يقول: والدتي لم تستطيع الصيام العام الماضي لمرض، ولم تستطيع القضاء كذلك، فكيف تفعل؟ تطعم عن كل يوم مسكينا على قدر استطاعتها، والله أعلم. هذا السائل يسأل يقول: كيف تكون نيتي مخلصة في صومي لشهر رمضان؟ الإخلاص معناه أن تعمل العمل لا تريد به إلا وجه الله، وقال بعض العلماء الإخلاص معناه نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه، وقال بعض العلماء الإخلاص ألا يلتفت الإنسان إلى مادحه ولا إلى ذامه. إذن عليك أن تصوم رمضان لا ليقول الناس إنه يصوم، وإنما تصوم رمضان إيمانا واحتسابا لكي يغفر لك ما تقدم من ذنبك. نعم. حفظكم الله. سائلة تسأل: ما حكم تزيين البيت بهجة بدخول رمضان؟ لا بأس بمثل هذه الزينات التي يفعلها الأطفال على البيوت والنساء ونحو ذلك، كل هذا نوع من أنواع الفرحة بدخول شهر الطاعة، ولا بأس بذلك لأنها من العادات وليست من العبادات. العبادات توقيفية، لكن العبادات مفتوحة ليست توقيفية، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا. سؤال: من لم يستطع الصوم بسبب مرض مزمن، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ويستغفر ربه تبارك وتعالى، ويكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصدقات وغير ذلك من الطاعات التي تضاعف في رمضان، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا. بالنسبة للمفطرات المعاصرة كبخاخ الربو وكالحقن، ما هو التفصيل في هذه المسائل؟ لأنه يكثر السؤال عنها. بخاخ الربو ليس طعاما ولا في معنى الطعام والشراب، إنما هو عبارة عن بخار معين يدخل من الفم أو من الأنف، وقد يحتاجه الإنسان لمرض ما، فحينئذ يجوز للإنسان أن يستخدم هذا للحاجة، والله أعلم، لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، والله أعلم. هذا السائل يسأل: كيف نجعل من رمضان فرصة للتغيير؟ إذا كان الإنسان
يصادق أصدقاء سيئين فليبدأ في رمضان وليصاحب الصالحين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، أي لا تصاحب إلا رجلا يعينك على طاعته، على طاعة الله جل وعلا، لأن المؤمن هو الذي يعين الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى، وإذا رآه على معصية حذره منها. ثانيا، عليك أن تتغير. إذا كنت لا تحافظ على صلاة الفجر فابدأ وعاهد ربك أن تصلي الفجر في وقته. ثالثا، إذا كنت هاجر للقرآن فابدأ من الآن، ودرب نفسك قبل دخول رمضان على تلاوة جزء أو جزئين أو ثلاثة يوميا، وعهد ربك أن تستمر على هذه القراءة بعد رمضان إن شاء الله تعالى. عود نفسك على غض البصر، عود نفسك على حفظ اللسان، عود نفسك عن السكوت عما لا يجلب لك منفعة دينية أو دنيوية، لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والله أعلم. نعم. حفظكم الله شيخنا، ما هي السن التي إذا بلغها الصبي يعود على الصيام؟ يعود على الصيام إذا أطاقه، يعني مثلا 7 سنوات 8 سنوات يعود على الصيام، ويختلف من صبي إلى آخر، فبعض الصبيان يكون ضعيفا وبعضهم يكون قويا، لكن لا يجب الصيام إلا إذا بلغ، والله أعلم. هذا السؤال أحسب أنه تكرر، عن هل هنالك عدد معين لركعات التراويح لا يمكن تجاوزها، أم لا، أنه يصلي ما كتب له؟ رأي أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه ليس هناك عدد معين لصلوات التراويح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليركع فليوتر بواحدة. أما قول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهذه حكاية فعل، وحكاية الفعل عند الأصوليين لا تدل على الوجوب، والله أعلم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة على 11 ركعة، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا. شيخنا، بالنسبة للذين يعني منعوا من الصلاة بسبب هذا الوباء، هل يشترط في صلاة التراويح أن يختم الإنسان القرآن، أم يمكن أن يصلوا بما تيسر من حفظهم؟ لا يشترط أن يختم الإنسان القرآن في التراويح، لا سيما إذا لم يكن حافظا. لو كان حافظا جزءا واحدا ويصلي به ويكرره كل ليلة لا بأس بذلك، ولو كان حافظا لقصار السور وصلى بها كل ليلة لا بأس بذلك، ولو فتح المصحف وقرأ منه أيضا لا بأس بذلك، فكل ذلك جائز، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا، بالنسبة لمن أوتر أول الليل ثم وفق فاستيقظ آخر الليل، هل يعيد الوتر مرة أخرى أم يصلي ما كتب له شفعا؟ لا يعيد الوتر بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وإن كان يستحب للإنسان أن يؤخر الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن لو صلى الإنسان في أول الليل ثم أوتر ثم أيقظه الله جل وعلا وقام، فليصلي مثنى 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 ولا يوتر، والله أعلم. هذا السائل يسأل عن الرعاف، نزيف الأنف، هل يؤثر على الصيام؟ لا، لا يؤثر على الصيام، وليس هناك دليل على أن الرعاف يفطر الصائم، والله أعلم. سائل يسأل: هل يجوز حمل المصحف في صلاة التراويح؟ نعم، يجوز حمل المصحف في صلاة التراويح، وكذلك يجوز حمل الهاتف ويقرأ منه القرآن الكريم في صلاة التراويح، فكل ذلك جائز، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة، هذا إذا كان سيقرأ هو من الهاتف. أما إذا كان الإمام يقرأ من المصحف فلا ينبغي للمأمومين خلف الإمام أن يحملوا المصاحف، لأنه لا حاجة لحمل المصحف حينئذ، إنما يجوز ذلك للحاجة لمن سيقرأ في المصحف، والله أعلم. يبدو أن هذا هو آخر سؤال عندنا حسب الإخوة، إذا كانت الأسئلة انتهت نرحب بشيخنا ويسرنا أنه كان معنا، فنسأل الله أن يتقبل منه وأن يحفظه،
وبهذه المناسبة فهنالك شهادة تقدير للشيخ، ويسر منصة الدعاة في الدبلوم الدعوي التابع لأكاديمية أكاديمية الرواد أن يعني تهنئ الشيخ بحلول هذا الشهر المبارك، وأن يحفظه وأن يتقبل منه هذا الجهد. باسم رئيس الأكاديمية الدكتور منيف طوالة ومدير العام لشركة المعرفة الدولية صالح العنزي، فإنهم يشكرون للشيخ تقبله واستعداده ويعني تجشمه هذا العناء إجابتي على هذه الأسئلة، فنسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يجعل هذا في ميزان حسناته. إن كان من كلمة يختم بها الشيخ نصحا لنا واستعدادا أيضا لهذا الموسم الرمضاني. نختم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكركم على هذه الشهادة، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا جميعا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي أعظم شهادة على وجه الأرض. وأشكركم على هذا الجهد والتقدير، وأشكركم على حملكم هم الأمة الإسلامية، وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وأقول لكم أيها الفضلاء الأجلاء: أبشروا، فإن الدعاة إلى الله أجراء عند الله جل وعلا. إن الدعاة إلى الله وفقهم الله لأعظم عمل وأفضل دعوة، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم أوجه كلمة لعموم المسلمين: هنيئا لهم دخول هذا الشهر المبارك، هنيئا لكم حيث تفتح بعد أيام أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، وينادي مناد من قبل الله جل وعلا: يا باغي الخير أقبل، فكن أنت من بغاة الخير، كن أنت من المقبلين على الله جل وعلا، أجب داعي الله وقل: أقبلت يا رب، أقبلت يا رب. قم إلى مسجدك وقل: أقبلت يا رب. قم إلى صيامك قل: أقبلت يا رب. قم إلى القرآن وقل: أقبلت يا رب. يا باغي الخير أقبل، أقبل يا باغي الخير لكي يغفر لك ذنبك، أقبل يا باغي الخير لكي يرحمك ربك، أقبل يا باغي الخير لكي يعتق رقبتك من النار. أقبلوا أيها المسلمون على الله جل وعلا، أقبلوا على كتاب الله، أقبلوا على قيام الليل، أقبلوا على بر الوالدين، على صلة الأرحام، أقبلوا على فعل الصدقات، أقبلوا على تفطير الصائمين، أقبلوا على الدعوة إلى الله، أقبلوا على كل فعل يقربكم من الله جل وعلا. وفقكم الله وسددكم الله وثبت خطاكم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وارزقنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا من خلقتنا من عدم وأنطقتنا من بكم وأسمعتنا من صمم وأطعمتنا من جوع وكسوتنا من عري وهديتنا من ضلالة وعلمتنا من جهالة، أمن علينا بمغفرة تمحو بها جميع ذنوبنا يا ربنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا الله يا الله يا الله، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وثبت على الصراط أقدامنا وآنس في القبر وحشتنا ويسر يوم القيامة حسابنا ووفقنا لما يرضيك عنا. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا وعن جميع بلاد المسلمين وعن جميع المسلمين في كل فج من أرضك يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والوباء
اللهم ارفعه برحمتك يا أرحم الراحمين. تبنا إليك فتب علينا، تبنا إليك فتب علينا، استغفرناك ونستغفرك فاغفر لنا، نستغفرك يا ربنا فاغفر لنا. ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله إلاك فنرجوه، فارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا يا رب العالمين. آمين آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم والسلام عليكم ورحمة أجرك الله. الله شيخنا وتقبل منكم هذا الجهد وجعله في ميزان حسناتكم ورزقكم الصحة والعافية، حفظكم الله شيخنا. ذكرني أحد الإخوة بوجود الشيخ الدكتور أحمد الفرجاني، إن كان من كلمة يختم لنا بها فذلك نحبه ويسرنا. تفضل شيخنا، الشيخ الدكتور أحمد. لقد خرج الدكتور أحمد بعد الدعاء. خلاص يا دكتور، إذا طيب نختم بهذا، نسأل الله تعالى أن يتقبل دعاء الشيخ وأن يوفقنا وأن يسدد خطى الجميع وأن يبارك في الحاضرين وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.